تم تنظيم التظاهرة في الفترة الممتدة من 13 إلى 19 نوفمبر 2023 في طبعته الثالثة عشر. البرنامج المسطر خلال هذه التظاهرة كان متنوع ومتميز، حيث تم عقد عدة مداخلات وأيام تحسيسية وتكوينية على مستوى مختلف معاهد ومراكز التكوين المهني. تخللت كذلك قيام بزيارات ميدانية لفائدة المتربصين المتمهنين مراكز التكوين المهني، وكذا لفائدة البطالين بمنحة البطالة الذين يمارسون تكوينا على مستوى المراكز التكوين المهني، وهذا من أجل حثهم على الاستثمار، حثهم على خلق، حثهم على المقاولاتية.